في جولة قمنا بها في العاصمة الجزائر مركز القرار، اطلعنا على عدد من المفارغ العشوائية التي انتشرت كالنار في الهشيم من دون حسيب أو رقيب. مخلفات بناء المنازل والمشاريع في كل مكان وأمام أعين السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا لردع مثل هذه الممارسات. العجيب في الأمر أن هذه المفارغ العشوائية أقيمت على أراض زراعية وأصبحت تهدد النبات والحيوان. هذه المفارغ تمتد على مسافات طويلة وعلى حواف الطرقات، يغتنم أصحاب الشاحنات الظلام الدامس وحضر التجوال لاستفادتهم من رخص استثنائية خلال فترة وباء كورونا لإلقاء كميات هائلة من الردوم ليلا والانسحاب من مسرح الجريمة في صمت ومن دون ضجيج.